بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان السنة الرابعة متوسط ترييض مسألة. إذن لننطلق على بركة الله. قال: يمتلك فلاح قطعة أرض مستطيلة الشكل. إذن قطعة أرض، قلت مستطيلة الشكل، معناه ها هو يا أبنائي مستطيل. تابعوا نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا إلى هذه الوضعية من هذا النوع. قال ماذا؟ إذا لاحظوا إلى المستطيل، ها هو أبنائي أمامكم، ركزوا أرجوكم، لاحظوا معي. ثم عندنا ماذا؟ قال مساحتها 240 متر مربع، هذه مساحة هذا الحقل، وعرضها يساوي 3 على 5 من طولها. تابعوا جيدا، معناه إذا رمزنا إلى هذا بآل ماجيسكيل وهذا آل مينيسكيل. تابعوا نقطة بنقطة، حيث ماذا قال أبنائي؟ أن العرض يساوي 3 على 5 من الطول، هكذا تترجم. يعني قال عرضها يساوي كم؟ 3 على 5 من طولها. كي تعرفوا كيف ذلك، هذه لما تقسمها تجدها 0 فاصل، معناه يكون الطول أكبر أكيد من العرض. قال السؤال: أحسب طول وعرض هذه القطعة. إذا نقول أبنائي حساب طول وعرض ماذا؟ هذه القطعة. هنا أبنائي نتابع جيدا نقطة نقطة كي نتعلم لحل مثل هذه المسائل. هنا أبنائي ماذا قال؟ أولا عندنا الشيء الذي نعلمه على هذه القطعة هي المساحة. إذا نقول مساحة المستطيل، لأن قال قطعة كيف هي مستطيلة الشكل. مساحة المستطيل إذا رمزنا إلى A تساوي ماذا؟ تساوينا الطول في العرض، حيث هنا لاحظوا جيدا عندنا آل طول القطعة وآل صغير عرض القطعة، حتى تفهموا الرموز. لاحظوا جيدا تصبح لنا ماذا؟ A يساوينا آل ماجيسكيل في آل مينيسكيل، لكن الـ A اللي هي المساحة نملك قيمتها، ها هي أمامكم، نقوم بجلبها إلى هنا، فماذا يحصل؟ يحصل أنه 240 تساوي، ماذا تساوي أبنائي؟ تساوي لنا آل في آل، لكن آل هذا الآل مينيسكيل كم يساوي؟ يساوي لنا 3 على 5 من آل ماجيسكيل، معناه نأتي بها ونعوضها هنا. ركزوا أرجوكم كيف يمكن حساب طول وعرض هذه القطعة. فماذا ينتج؟ ينتج لنا آل في ماذا أبنائي؟ في آل مينيسكيل، ما هي قيمته؟ هي 3 على 5 في آل ماجيسكيل، لكن عندنا آل في آل كم يا أبنائي؟ هو آل مربع. أصبح لنا 240 تساوي لنا 3 على 5 في آل مربع، لأن الآل في الآل هو آل مربع. تابعوا أبنائي نقطة نقطة، نستعمل الآن بما أن هذه مقامها واحد، نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين، يعني هذا في هذا يساوي لنا هذا في هذا، فتصبح لنا 240 في 5 تساوي ماذا أبنائي؟ تساوي لنا 3 في آل مربع. تابعوا نقطة بنقطة، الآن تصبح لنا 3 آل، إذن 3 آل مربع تساوي ماذا أبنائي؟ نقطة نقطة، 240 في 5، ومنه بما أن 3 مضروبة في الآل مربع فينتج أنه آل مربع، يصبح يساوي لنا أنه هذا العدد يأتي هنا إلى المقام مع إشارته، وتصبح لنا 240 في 5 على ماذا؟ على 3، وهذه لما نقوم بحسابها بالآل الحاسبة سوف تعطي لنا 400. الآن آل مربع يساوي لنا 400، إذا ومنه آل ماذا يصبح يساوي يا أبنائي؟ آل يصبح يساوي لنا جذر 400، لأن الآل هذا هو قيمة موجبة طول. فماذا ينتج يا أبنائي؟ يصبح لنا آل يساوي لنا كم يا أبنائي؟ يساوي لنا 20 متر.
ها هو قد ظهر الطول يا أبنائي، لأن الجذر 400 هو 20. الآن بعد ما كملنا يا أبنائي مع آل ماجيسكيل، نأتي الآن إلى حساب آل مينيسكيل. الآل مينيسكيل عندنا القاعدة ها هي أمامكم، إذا هذا الطول، نقول الآن حساب العرض اسمه آل مينيسكيل، لكن نحن نملك ماذا؟ نقول لدينا آل مينيسكيل ها هي قيمتها، تساوي لنا 3/5 في آل ماجيسكيل، لكن الآل ماجيسكيل ها هي قيمتها، نعوضها هنا فينتج لنا آل يساوي لنا 3/5 في ماذا أبنائي؟ في 20، فتصبح تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا 3/5. العشرون ما هي؟ هي 5 في ماذا؟ في 4، فيمكن أن يختزل هذا مع هذا ويضرب هذا في هذا، فتصبح لنا آل مينيسكيل اللي هي 12 متر. ها هو قد ظهر عرض هذه القطعة القطعة الأرضية، الطول هو 20 متر والعرض هو 12 متر فقط. الآن بعدما أكملنا مع هذا الجزء يا أبنائي، جاء الجزء الآخر، الجزء الثاني. قال نفرض أن طول القطعة هو 20 متر، يعني مثل ما وجدنا في الأول، لكن هو جزء مستقل، ليس بالضرورة يكون 20 متر، جزء مستقل عن الجزء الأول، وعرضها 12 متر. ها هي القطعة المستقيمة، القطعة الأرضية، انظروا ها هي القطعة الأرضية يا أبنائي، نقطة نقطة حتى تعلموا إلى تريض هذه. تابعوا، قال أراد، إذا أولا قلنا طولها كم من هنا إلى هنا؟ قال 20 متر، وعرضها من هنا إلى هنا 12 متر. الآن أراد تقسيمها الفلاح، أراد الفلاح تقسيمها إلى 4 أجزاء كما هو موضح في الشكل. قطعة رقم 1 آس 1 وآس 2 وآس 3 وآس 4 كما هو موضح أمامنا في الشكل. وقال كما هو موضح في الشكل، آس 1 هي المستطيل E B C F، ها هو المستطيل E B C F، هذا مستطيل، وكذلك عندنا هذا اس 3 واس 4، قال انهما متقيسان كذلك. كما عندنا كذلك هنا بعض الاشياء قد رمز اليها، ان هذا اللون الاسود، هذا الخط المستمر العريض، انه السياج، وهذا الخط الرفيع المتقطع هو عبارة عن ماذا؟ عن الابواب، يعني ترك فيها أبواب. الآن قال كما هو موضح، فصل بين الأجزاء وأحاطها بسياج، بحيث وضع كل جزء بباب عرضه إكس. ها هو باب عرضه إكس، وها هو باب آخر، وها هو باب آخر، وها هو باب آخر، يعني كم من باب؟ يوجد لنا 4 أبواب، يعني هذه الأربعة أبواب لا يسيجها. اللون الأسود هو الذي يظهر السياج. قال أوجد إكس عرض الباب إذا كان طول السياج اللازم لذلك هو 98 متر. إذا نقول إيجاد إكس عرض الباب، يعني يريد أن نجد هذه القيمة وهذه القيمة وهذه القيمة وهذه القيمة، حيث أعطي لنا طول السياج. هنا يا أبنائي علينا أن نقول ماذا؟ علينا أن نحسب، إذا أولا نقوم بحساب ماذا؟ محيط ماذا يا أبنائي؟ محيط الحقل، أو محيط الأجزاء، نقول محيط الأجزاء، لاحظوا جيدا الأجزاء الأربعة. ما معنى أبنائي؟ نحيط
ونساويها مع ماذا؟ مع هذا الطول. لكن لما نقوم بحساب محيط هذه الأجزاء لا ننسى شيئا واحد، نتابع جيدا. أي ماذا أبنائي؟ أولا نقول يكون دي هو المحيط، دي محيط كل الجدران، يعني كل الجدران هذا وهذا 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 نسميه دي، هذا الطول، كأنما الطول هذه كل هذه الجدران. فننطلق فنقول ماذا؟ نقول دي يساوي، ننطلق رويدا رويدا من أبنى. نقول أولا عند هذا كم طوله؟ طوله 20، ركزوا أرجوكم، لكن باستثناء هذه القيمة، باستثناء لأنه هو قال 98 السياج، طول السياج معناه باستثناء هذه الأبواب، يعني هذه الأبواب دائما نقول ناقص. إذا هذا الطول من هنا إلى هنا كم؟ قال هو 20 متر، إذا نقول 20 ناقص إكس، انظروا جيدا. ثم عندنا قلنا هذا الطول 20 ناقص إكس، ثم زائد هذا الطول كم يا أبنائي؟ هذا قلنا عرضها كم؟ 12 زائد 12، ثم زائد، ركزوا أرجوكم، زائد هذا الطول كم يا أبنائي؟ هذا الطول اللي هو 20، ركزوا أرجوكم، 20 ناقص كم من إكس؟ عندنا ها هو واحد وها هو الآخر، ناقص 2 إكس. يقول أحدكم لم نفهم يا أستاذ. يا أبنائي لاحظوا جيدا النقطة، نقطة أبنائي، لما كان هنا عندنا باب واحد قلنا ناقص إكس، وهنا كم يوجد لنا من باب؟ مرتان إكس، إذا ناقص 2 إكس، لو كانت 4 لقلنا ناقص 4 إكس. زائد عندنا كذلك هذا كم؟ هو 12، لكن يوجد هناك باب، إذا نقول زائد 12 ناقص إكس، تابعوا. زائد ماذا؟ زائد هذا كم هذا يا أبنائي؟ زائد هذا طوله زائد 12، بقي لنا ماذا؟ بقي لنا هذا الطول وهذا الطول لا نعلمهم. ركزوا، بما أننا لا نعلمهم يا أبنائي كيف يمكن أن نقوم بحسابهم؟ نحن نعلم يا أبنائي، ركزوا معي أرجوكم، نعلم أن قال القطعة S3 وS4 متساويتان، معناه لو نأتي إلى هذا المثلث، انظروا جيدا، هذا المثلث، هذا المثلث كم هذا؟ هذا الطول هو 12، وهذا نسميه A، وهذا نحن نعلمه اللي هو من هنا إلى هنا كم؟ هو 18. لماذا؟ لأن من هنا إلى هنا عندنا 20، لكن هذا الطول قال ها هو أمامكم 2 متر، إذا فيكون من هنا إلى هنا كم؟ 18 زائد 2 يساوي لنا 20، لكن بما أنهما متساويان فكم يصبح هذا الطول؟ معنى هذا الطول تقسيم 2، هذا قلنا 18، لما نقسمه 2 كم يصبح؟ 9. بما أن لكن هذا المثلث كيف هو؟ المثلث هذا قائم لا جدال، فنطبق عليه نظرية فيثاغورس. إذا نقول ماذا؟ نقول هذا مربع، ركزوا أرجوكم، نقول A مربع يساوي لنا هذا مربع اللي هو 12 مربع، زائد ماذا أبنائي؟ زائد هذا الطول مربع اللي هو 9 مربع، فيصبح لنا A مربع يساوي لنا 144 زائد 81 وتساوي لنا 225، فإن A ماذا يساوي؟ يساوي لنا جذر 225، وهو كم؟ 15 متر. إذا هذا الطول أصبح كم؟ 15 مترا. بما أن أصبح 15 مترا يا أبنائي، لاحظوا نقطة نقطة حتى تعلموا، لأنه هو الشكل ومن يوضح هذه الأشياء. إذا فماذا يصبح؟ نكمل الآن مع المحيط، فيصبح لنا زائد هذا الطول قلناه كم؟ 15، زائد هذا الطول كم يا أبنائي؟ زائد 15، هكذا. يقول أحدكم لكن هذه العلاقة هل نكتبها في ورقة الإجابة؟ نعم، وإلا من أين أتيت بالـ15؟
الآن أبنائي بعد ما أكملنا سوف نكملها رويدا رويدا على ماذا نتحصل. نجمع الآن عندنا 20، إذا نقول دي يساوي 20 مع 20 كم؟ 40. ركزوا، 40. 40 مع ماذا؟ هذه قلنا 40، تابعوا جيدا، سوف نكتب 40، إذا هذا وهذا انتهى دورهم يعني حسبناهم، زائد ماذا؟ زائد 36، لأن هنا 12 و 12 زائد 36، إذا هذا انتهى دوره، تابعوا، بقيت لنا زائد ماذا؟ زائد 30. البقية الآن مع الإكس، ناقص إكس وناقص 2 إكس كم؟ ناقص 3 إكس، والناقص إكس هذا كم؟ ناقص 4 إكس. تابعوا نقطة نقطة أبنائي حتى تتعلموا. الآن على ماذا نتحصل؟ عندنا هذا مع هذا كم؟ 70. 70 و 30 كم؟ 100 زائد 6، 106. إذا تصبح لنا ناقص 4 إكس زائد 106 كم يساوي يا أبنائي؟ يساوي لنا هذا الطول، عفوا هذا الطول اللي هو كم؟ 98. ومنه ناقص 4 إكس يساوي لنا كم؟ 98 ناقص 106 وتساوي لنا كم؟ ناقص 8. ومنه ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا أنه تصبح هذا بما أنه في ينقل هنا إلى المقام، وتصبح لنا إكس يساوي لنا ناقص 8 على ناقص 4 وتساوي لنا 2 متر. إذا طول الباب هو 2 متر يا أبنائي بهذه عفوا البساطة المطلقة فقط. لاحظتم؟ إذا الفكرة يا أبنائي الذي عليكم أن تعلموها، ربما يأتي أحدكم ويقول يا أستاذ نقوم بحساب هذا المحيط. لاحظوا جيدا، ربما في لأن فيه خطأ، لو تقولون به سوف تقعون في فخ. لو يقول أحدكم نحسب هذا محيط هذا الشكل ومحيط هذا الشكل، نقول له ثم محيط يعني نحسب محيط اس واحد واس اثنان واس ثلاثة واس أربعة، هنا سوف تقعون في إشكال. ألا ترون يا أبنائي أن هذا قد كررتموه، حسبتموه في هذا المحيط ثم أعدتم كرة أخرى في هذا المحيط، وهنا يحدث لكم إشكال، مما يعطيكم يا أبنائي قيمة كبيرة للباب حتى تجدونها أكثر من 12 ونصف متر. أيعقل أن باب أن هذا العرض كله 12 متر و 12 متر تخيلوا، والباب يكون 12 ونصف، هذا غير معقول. لهذا احذروا من هذه الخطأ، ربما عليكم أن تقعوا فيه. إذا طول الباب وجدناه كم يا أبنائي؟ إذا نقول عرض الباب، عرض باب الحقل هو 2 متر بهذه البساطة فقط. نأتي الآن أبنائي إلى السؤال للجزء الثالث. قال أراد الفلاح أن يغطي الأجزاء فوضع السقف على الماذا؟ على الآس. أنا قام هنا بوضع سقف على آس ثلاثة وآس اثنان آس ثلاثة آس أربعة، هذه قام بوضع لها سقف، هذه كليا، لاحظوا جيدا هذه. أما الجزء آس واحد اللي هو هذا الجزء، ماذا قام؟ فسقف الجزء المظلل، ها هو الجزء المظلل أبنائي، انظروا نقطة نقطة أبنائي، ها هو الجزء الذي قام بتظليله بسقفه، هذا الجزء فقط الذي يظهر هنا أمامكم باللون الأخضر، هذا هو يا أبنائي الذي قام بماذا؟ بسقفه هكذا، يعني قام بسقف جزء. ما هو هذا الجزء؟ وترك الجزء، جزء تقدر مساحته، يعني هذا الجزء الذي بقي لكم، هذا الذي أصبح محاط هكذا، هذا هو الجزء، قيمته كم؟ 16 متر مربع بدون سقف. ماذا طلب الآن من أبنائي؟ قال أحسب مساحة الجزء المظلل، يعني هذا الجزء الذي لونته بالأخضر. نقول حساب، لاحظ جيدا، حساب
الجزء المظلل. نسميه هذا الجزء المظلل يا أبنائي، نسميه مثلا آس واحد فتحة، آس واحد فتحة يعني مساحة الجزء المظلل، هذا قلت نسميه آس واحد فتحة هكذا. نحن أولا علينا أبنائي نحن نعلم أن هذا بدون سقف هذا قيمته 16 متر مربع، أكيد الجزء الأخضر ماذا يساوينا؟ يساوينا المساحة الكلية لهذا الجزء ناقص 16 متر مربع، وهو الجواب. إذا نقوم نحسب آس واحد يعني مساحة الجزء آس واحد تساوينا ماذا؟ تساوينا الطول في العرض، ها هو الطول اللي هو 12 في العرض اللي هو كم؟ 2 متر، فيصبح لنا آس واحد كم يساوي؟ 24 متر مربع. فتصبح لنا ماذا أبنائي؟ فتصبح لنا، ركزوا أرجوكم، فتصبح لنا هذه آس واحد ماذا تساوي؟ تساوي لنا بكل بساطة كم؟ تصبح تساوي لنا آس واحد فتحة يعني مساحة هذا الجزء زائد ماذا أبنائي؟ زائد 16 التي أعطيت لنا، ومنه ماذا يصبح لنا؟ آس واحد فتحة يساوي لنا يصبح لنا هذا اللي هو آس واحد ناقص هذا الجزء، نأتي به إلى هنا ويصبح لنا ناقص 16، فيصبح لنا كم أبنائي؟ آس واحد فتحة يساوي لنا كم؟ يصبح يساوي لنا، لاحظوا اللي هي آس واحد كم؟ قلنا إنها 24 متر مربع ناقص ماذا؟ ناقص 16، إذا آس واحد فتحة مساحة مظللة كم؟ 8 متر مربع يا أبنائي فقط، أنا قلت 8 متر مربع. ها قد قمنا بحساب تعيين مساحة المساحة المظللة. الآن بعدما أكملنا مع هذا الجزء يا أبنائي، قال السؤال الآخر، قال والمساحة الكلية للسقف، والمساحة الكلية ليس لهذه القطعة كاملة، السقف فقط يعني هذا وهذا، هذه هي الجزء الذي أصبح فيه يا أبنائي السقف، أما هذا فلا، تركه هكذا بدون سقف. فنقول ماذا؟ إذا نقول حساب نقول هنا آس، نكتب هكذا مباشرة آس، حساب آس ما هي؟ المساحة الكلية لمن؟ للسقف، للسقف يا أبنائي، المساحة الكلية للسقف يعني الذي هنا قمت بتأطيره باللون الأحمر، فماذا ينتج؟ ينتج لنا آس تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا مساحة هذا اللي هي، ما هي هذه؟ هو مستطيل، ماذا يساوي؟ الطول من هنا إلى هنا كم؟ لاحظوا إذا كان من هنا إلى هنا 20 متر وهنا 2 كم يكون من هنا؟ أكيد 18، إذا تصبح لنا 18 في ماذا؟ في العرض كم من هنا إلى هنا؟ في 12 زائد ماذا؟ زائد آس واحد فتحة يعني زائد هذه المساحة، فتصبح لنا آس كم تساوي لنا يا أبنائي؟ معناه لو نقوم بالحساب اللي هي 18 في 12 أعطت لنا 216 زائد 8 أعطت لنا 224، إذا 224 ماذا؟ متر مربع، هذه هي يا أبنائي المساحة المظللة بهذه البساطة فقط، أو مساحة السقف يعني بأبسط طريقة المساحة كل السقف. الآن أبنائي نأتي إلى السؤال الأخير، قال إذا علمت أن عملية التغطية والتسييج تطلبت، ماذا تطلبت أبنائي؟ ركزوا هنا، تطلبت 17 عمودا، ثمن الواحد العمود الواحد هو 400 دينار جزائري، ركزوا يعني هنا نستعمل أكيد القاعدة الثلاثية، تابعوا. إذا عندنا ثمن واحد عمود واحد كم يعطي لنا؟ 400 دينار
جزائري. إذا أكيد و17 عمود أكيد تعطي لنا إيكغريك. ركزوا، هنا عمود واحد وهنا 17 عمود، هذا الأمر الأول. وأعطيت لنا كذلك وثمن السقف الكلي كم؟ أعطينا 24,000. وكذلك إذا هذا مع ذا، هذه نسميها مثلا سي واحد، يعني كلفة الأعمدة، هذه كلفة الأعمدة. تابعوا نقطة نقطة أبنائي، سوف نتعلم من خلالها. وعندنا سي اثنان أعطيت لنا اللي هي 24,000 دينار. هنا ما هي أبنائي؟ كلفة السقف. وكذلك وثمن المتر الواحد من السياج كم؟ ركزوا، إذا واحد متر يقابله 150 دينار. ونحن عندنا كم من متر للتسييج؟ طول السياج اللازم لذلك هو 98 متر. إذا هنا أكيد يقابلها إيكغريك مثلا، أو نقول إيكغريك واحد لا يهم، أو إيكغريك اثنان، إذا سمينا هذا إيكغريك واحد هذا نسميه إيكغريك اثنان. فتصبح لنا سي ثلاثة هي ماذا أبنائي؟ هي كلفة التسييج. إذا أبنائي ما هي الكلفة الكلية؟ إذا نقول هنا، ركزوا أرجوكم، حساب الكلفة الكلية، نرمز لها مثلا هذه الكلفة الكلية ب سي، نرمز لها بهذا رمز يسمى سي. فماذا تعطي لنا؟ أكيد سي هذه تساوي لنا سي واحد زائد سي اثنان زائد سي ثلاثة، يعني كلفة الأعمدة زائد كلفة السيج زائد كلفة السقف. لكن علينا أن نحسب كل واحدة. إذن حساب سي واحد كلفة ماذا؟ كلفة ما هي أبنائي؟ كلفة الأعمدة. هنا أكيد يصبح لنا مباشرة بالقاعدة الثلاثية إيكغريك واحد يساوي لنا هذا في هذا، اللي هي كم؟ 17 في ماذا أبنائي؟ في 400. وتصبح كم يا أبنائي؟ تعطي لنا 6800 دينار جزائري. تابعوا نقطة نقطة أبنائي. نأتي الآن إلى حساب، إذا هذه سي واحد، حساب سي اثنان اللي هي ما هي؟ لكن سي اثنان هنا محسوبة مباشرة، إذا بدون أن نتعب عقولنا نقول حساب، نقول سي اثنان. سي اثنان مباشرة قيمتها اللي هي كلفة السقف اللي هي 24,000 دينار جزائري. نأتي الآن إلى حساب ماذا أبنائي؟ حساب سي ثلاثة. ما هي هذه سي ثلاثة؟ كلفة ماذا أبنائي؟ التسييج. كلفة التسييج يا أبنائي كذلك نستعمل أكيد القاعدة الثلاثية. إذا يصبح لنا هذا إيكغريك اثنان، إيكغريك اثنان يصبح يساوي لنا 150 في، إذا هذا في هذا، على الواحد، الواحد لا يؤثر أصلا، في 98، لأن طول السياج هو 98 اللازم لذلك. فماذا أعطت لنا النتيجة يا أبنائي؟ أعطت لنا 14,700 هكذا دينار جزائري. هذه السي ثلاثة. الآن نأتي إلى حساب ماذا؟ إلى حساب كلفة الكلية اللي هي حساب سي، هي الكلفة الكلية. يصبح لنا سي يساوي لنا 6800 زائد 24,000 زائد 14,700 دينار، ويصبح لنا سي بالآلة الحاسبة تعطي لنا 45,000 وماذا؟ و500 دينار جزائري. هذه هي كلفة هذه العملية التي قام بها هذا الفلاح يا أبنائي بأبسط
طريقة ممكنة. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية، وطلب ذلك من والديكم الأم والأب أن يدعو لنا بالصحة والعافية كي نكمل معكم المسير إلى أيام من أيام البكالوريا إن شاء الله. وزوروا صفحتنا، هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.